صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا اليوم، إن شاء الله يكون بداية أسبوع خير وبركة ورزق على الكل. اليوم وصفتي هي كونفير البطاطا بطريقة صحية رح نعملها، ورح أعمل جنبها شوربة بطاطا. هلأ شوربة البطاطا رح أعملها لأنه أنا هلأ رح أحكي عن البطاطا، يعني أنا أخذت من البطاطا للكونفير الشكل أو الحجم اللي بدي إياه، والباقي رح أعمل فيهم شوربة البطاطا. يعني هيك وصفتين بيلبقوا مع بعض، الاثنين صحيين، ولسه هيك يعني لسه الجو بارد ولسه عم نشتهي هيك على الشوربة بوجباتنا. بالأول رح أعرفكم على مقاديري. عندي 5 حبات من البطاطا، رح أستعمل معهم 1/2 كيلو من الدجاج المفروم ناعم. هلأ عندي بهي الوجبة كمية البروتين أعلى من النشويات، بس أكيد يعني أنتوا حسب نظامكم الغذائي فيكم تقللوا أو تكتروا حبات البطاطا. يعني أنا عندي الدجاج رح تكون كميته نوعا ما كتيرة على حبة البطاطا، أنتوا لا نظامكم الغذائي ما بده كل هالبروتين، ممكن تكتروا حبات البطاطا مع 1/2 كيلو الدجاج أو تقللوا من كمية الدجاج. حبات البطاطا أنا اليوم قصدهم جبتهم إنه مانن قد بعض، لأنه نحن مو دايما بننزل على السوق بننقي حبات البطاطا يكون حجمها وسط، تكون كلها سطحها مستوي، يكون شكلها حلو. احيانا بنجيب او بنضطر انه نجيب حبات بطاطا ما يكونوا قد بعض، او بيكون مثلا شكلها هي ما انا منتظمه، فبهيك حاله ممكن اعمل انا هي الوصفه وبيطلع الشكل كثير حلو. مثلا انا عندي هي حبه البطاطا هي اكبر من الباقي، فقسمتها من الطرفين، وطبعا بعمل لها قاعده من تحت لحتى تثبت عندي. هلا الباقي الحبات هن حجمهم تقريبا قد بعض، بس قطعت من تحت، وكل شيء انا قطعته رح استعمله بشوربه البطاطا. قطعت قاعده من تحت، وبعدين الاماكن اللي حسيت انه ما انا منتظمه امتى هيك بشكل حرف V بالسكينه. هلا هدول البطاطات باعتبار انه انا قمت منهم قسم سلقتهم سلق، إذا عندي البطاطا حجمها كامل وشكلها حلو كلهم قد بعض ممكن أشويهم بالفرن، بغلفهم بورق زبدة، بعدين بحط ورق ألمنيوم وبحطهم بالفرن ليستووا. طبعا بياخذوا وقت حسب حجم حبة البطاطا، بس إجمالا يعني لازم يكون حجمها وسط، تاخذ بين ال 45 لل 50 دقيقة بالفرن. بعد ما هلا أنا هون أنا سلقت البطاطا، سلقتهم 3/4 استواء مثل ما قلت، تركت القشرة اللي على الجناب لحتى تحافظ لي على شكل حبة البطاطا، وقمت القاعدة وعملت لها شكل حرف V لأنه حبات البطاطا ما كانوا بيشبهوا بعض أو قد بعض بهي الوصفة. هلأ هون عندي البهارات اللي بدي استعملها للجاج وللبطاطا. عندي معلقة صغيرة من الملح، الفلفل عم استعمل فلفل أبيض، بودرة بصل، ثوم وزنجبيل، وعندي بابريكا وأوريغانو، معلقة صغيرة من كل نوع. إذا الفلفل عندكم سواء عم تستعملوا الأبيض أو الأسود حسيتوه شوي حاد، ممكن تخففوا من كمية الفلفل بس الباقي بستعمل منهم معلقة صغيرة. مزيج البهارات بدي أخلطهم مع بعض ووزعهم بين البطاطا والدجاج، لأنه نفس البهارات اللي رح استعملها. رح أخذ نصهم للدجاج، والنص الثاني رح أحطهم هون بزبدية، ورح أضيف عليه هون عندي كمان للدجاج وللبطاطا رح استعمل تقريبا 1/4 كوب من زيت الزيتون، فهون رح استعمل كمان 1/2 كمية زيت الزيتون مع البهارات، وبعدين رح ادهن حبات البطاطا بهذا المزيج بالفرشاية أو بإيدي إذا ما عندي فرشاية. بحاول انه وزع هذا المزيج على حبات البطاطا. هلا البطاطا هي مستويه تقريبا 3/4 استواء. اكيد بعد ما خلط هلا الدجاج، هلا فيكم الدجاج تعملوه لحاله، يعني بعد ما تحطوا تتبيله الدجاج تعملوها بالشكل اللي بدكم اياه، بدكم اصابع لحتى تناسب حبه البطاطا بنفس الطول، بدكم مثلا طابات تحطوا كذا طابه بقلب الحبه، ممكن دغري تحطوهم على حبه البطاطا وتحطوهم بالفرن الخليط كامل، يعني الدجاج مع البطاطا. ممكن هلا البطاطا انا فوتها على الفرن لحتى تكمل استواء وتقرمش عندي، والدجاج اعمله طابات وشوي شوي او حمره بالمقلايه. هلا انا رح احطهم هون مع بعض كلهم بقلب الفرن، فمشان هيك رح نروح لتتبيله الدجاج. هلا هون البطاطا صارت عندي جاهزه، الدجاج حطينا خليط البهارات، نص الخلطه حطيتها مع الدجاج، رح اضيف معاها تقريبا معلقه صغيره من الثوم والزنجبيل الفريش. ما عندي، ما بحب الثوم الفريش بقلب الاكل، ما عندي زنجبيل فريش، بكتفي بالبهارات اللي حطيتهم، انا اصلا اوريدي حاطه الباودر يعني. هلا هون رح اخلطهم ورح اضيف معاهم 1/4 كوب من البقدونس المفروم ناعم، رح اضيف البقدونس ورح بلش اشتغل بايدي.
أكيد رح باعتبار لابسة الكفوف رح أدعكهم بإيدي، ومثل ما قلت ممكن تعملون بشكل أصابع، تحطوا كل إصبع بقلب حبة البطاطا، ممكن تعملون طابات دوائر، يعني هي بترجع حسب أنتوا قدي معكم وقت. مثلا الأصابع ما بدها كل هالوقت، دغري بعملهم أصابع وبوزعهم على حبات البطاطا. الطابات يعني بدي شوي هيك لحتى شكلهم، وبشكل الطابات قد بعض اكيد. هلا بعد ما احط الدجاج صفه فوق البطاطا، رح اضيف باقي كميه زيت الزيتون على الوش ورح ادخلهم على الفرن. هلا لبين ما تكمل البطاطا عندي استواء بيكون الدجاج، طبعا الدجاج مفروم ناعم، اكيد بدي افرم الدجاج ناعم لحتى اقدر شكله. الدجاج دائما اذا كان عم يعذبكم مثل هلا، يا اما بتحطوا نقطة مي على ايدكم اذا كان بالكم مو طويل مثلي، بتحطوا نقطة مي او نقطة زيت على ايدكم، او بتتركوا الدجاج بالبراد 10 دقائق لربع ساعة او بالفريزر، وبيرجع بترجعوا بتشتغلوا فيه بصير التشكيل فيه اسهل. هلا هون انا رح اعملهم على شكل طابات، وزعهم على حبات البطاطا، الفرن على حرارة 200. مثل ما قلت يعني هن بياخذوا تقريبا، هلا رح ياخذوا معي بين ال 25 لل 30 دقيقة لبين ما البطاطا كمل استواء والجاج عندي اكيد يستوي. وكميه الجاج فيكم انتم تحطوها بالكميه اللي بدكم اياها. هلا انا رح كملهم هدول لحتى دخلهم على الفرن، بس بدي ارجع اذكركم هلا وبالفقره الثانيه انه انا كل شيء قمته من البطاطا رح اعمل فيه شوربه البطاطا اللي رح نجهزها مع بعض بالفقره الثانيه. رح كملهم حطهم بالفرن وبرجع بلاقيكم بالفقره الثانيه، وهلا اكيد صار الوقت لحتى ترجعوا لعند هبه وورد وتتابعوا باقي الفقرات. قصة نجاح كونتها لحظات لا تنسى مع مركز جلجامش. يسعد صباحكم عن جديد، صار الوقت لحتى نكمل وصفاتنا لليوم. بالفقرة الأولى عملنا كومبير البطاطا مع الدجاج بطريقة صحية، رح أرجع أعيد على السريع. أنا البطاطا سلقتها ثلاث أرباع استواء، ممكن حتى تشوها بالفرن. بعد ما سلقتها شفتوا انتم الشكل كيف عملناه، بعدين حطيت لها البهارات، اكيد فيكم تضيفوا البهارات اللي بتحبوها. انا استعملت بودره البصل والثوم والزنجبيل مع الملح والفلفل الابيض مع البابريكا والاوريجانو، حطيت معهم شويه زيت زيتون ودهنت حبات البطاطا فيها اللي هي مستويه ثلاث ارباع استواء. الدجاج حطيت نفس خليط البهارات مع معلقه من ثوم وزنجبيل الفريش وربع كوب من البقدونس المفروم ناعم، وخلطتهم منيح، بعدين عملتهم على شكل طابات حطيتهم فوق البطاطا. هلا البطاطا انا غطيتها اكيد لحتى الدجاج يستوي عندي. بعد ما شوف انه البطاطا والدجاج استووا بقيم الغطاء. طبعا انا البايركس عندي له غطاء يعني ازاز، ما عندي يعني حطيتها بصينيه فرن عاديه، بحط ورقه زبده وفوق ورق الومنيوم، وبعد ما يستووا بقيم الغطاء بعدين بتركهم لحتى يتحمروا. هلا وهن عم يتحمروا يعني بعد ما ياخذوا هيك لون خفيف راح اضيف شرائح من الجبنه. هلا الجبنه اختياريه، يعني الجبنه اللي انتم بدكم اياها اللي بتلاقوها هيك صحيه بتناسب نظامكم الغذائي. انا راح استعمل شرائح من الموتزاريلا والتشيدر، اكيد فيكم تستعملوا اي نوع جبنه، البيضه مشلله، يعني كلها بتعطي هيك اضافه وطعمه كثير طيبه، بس بتاكد انه الجبنه ملوحتها، يعني بتاكد من هي القصه انه ما تكون كثير مالحه. الجبنه دغري رح تذوب عندي، فرح اضيفها باخر شيء بعد ما يكونوا البطاطا والدجاج استووا وتحمروا واخذوا هيك لون خفيف، بعدين بضيف الجبنه. هلا بالنسبه للشوربه بطنجرة على النار رح بلش بمعلقتين من زيت الزيتون، اكيد فيني استعمل زبده اي دهون ثانيه
انتوا عندكم اياها او بتحبوا طعمتها، بالنهايه هي الدهون كل جرام منها بيعطيني 9 كالوريز يعني لكل الانواع. فنحن بس منغير انه اكيد زيت الزيتون هو زيت نباتي صحي اكثر من الزيوت النباتيه الثانيه المهدرجه. الزبده والسمنه الحيواني اكيد افضل من النباتي، بس بالنهايه يعني ككالوريز تعطيني نفس السعرات. فاستعملوا اللي انتم بتحبوه اللي موجود بنظامكم الغذائي. مع الزيت حطيت حبه من البصل مقطع يعني حجم وسط، وهي حبه البصل كمان حجمها وسط. اكيد شوربه بدي اضربها بالخلاط فمشان هيك ما كثير نعمتهم. رح اضيف كمان معلقه من الثوم والزنجبيل الفريش، اذا كان موجود، ما انا موجود بستعمل الباودر اكيد، او اذا ما بحب طعماتهم وهن فريش فيني استعمل الباودر. هلا هون رح تبلش الروائح الطيبه تطلع، لانه هذا الخليط مع الزيت يعني البصل والثوم والزنجبيل مع الزيت بيعطيني طعمه او ريحه كثير طيبه. بعد ما يدبلوا البصل والثوم رح اضيف عندي ربع كوب من البراسيا، اضافته مع شوربه البطاطا بتعطيني طعمه كثير طيبه، وعندي ربع كوب من البصل الاخضر. البراسيا والبصل الاخضر ما بدهم تقلايه لوقت طويل، يعني هن ما بيتحملوا، فمشان هيك اول شيء بتاكد انه البصل والثوم والزنجبيل عندي طريو، بعدين بضيف البراسيا والبصل الاخضر وبقليهم هيك على السريع. بعدين رح اضيف عندي تقريبا كوبين من البطاطا. هي البطاطا اللي قمتها من حبات البطاطا اللي استعملناهم بالوصفه الاولى، اكيد قشرتهم وسلقتهم، سلقتهم لحتى سرع من عمليه الطهي. اكيد انا لازم تستوي عندي الشوربه واطحنها قبل ما تنتهي الحلقه، مشان هيك استعملت البطاطا المسلوقه. انا بالبيت ومعي وقتي ممكن يعني اقطع البطاطا كيوبس صغار مكعبات صغيره وضيفها، واكيد رح تستوي عندي وتعطيني نفس النتيجه، بس رح تاخذ شوي وقت اطول. هلا هون رح نزل البراسيا والبصل الاخضر تقليبه سريعه، بعدين رح ضيف البطاطا المسلوقه. البراسيا هي مثل البصل الاخضر بس بتجي تخينه، يعني شكلها للي ما بيعرف البراسيا او الكرات نفس البصل الاخضر بس بتجي تخينه. نحن بناخذ الجزء الابيض من البراسيا، ودائما انتبهوا غسلوا البراسيا بعد ما تقطعوها بالنص، لانه هي مثل البصل بتجي طبقات فوق بعض، احيانا التراب بيكون فايت بين هي الطبقات، فدائما قطعه البراسيا اللي بدي استعملها بقسمها بالنص، بعدين بغسلها لحتى اذا في اي تراب او اي اوساخ بين الطبقات تكون نطفت عندي اكيد. هلا هون مثل ما قلت لكم تقليبه سريعه للبراسيا والبصل الاخضر، رح اضيف عندي البطاطا، والبطاطا عم بستعملها مسلوقه لحتى بس سرع من عمليه الاستواء. ما عندي مشكله يعني انا بدي اعمل بس الشوربه وما عندي مثلا زوائد من البطاطا، يعني من وصفه ثانيه، بقطعهم مكعبات صغيره بضيفهم وبقليهم شوي، بعدين بضيف السائل اللي عندي. انا اليوم بدي استعمل 3 كوب من المي مع معلقتين من الحليب، حليب الباودر عم بستعمله خالي الدسم. اكيد فيني استعمل اي نوع سائل، ممكن استعمل حليب كامل الدسم، نص دسم، يعني شو اللي انتم متوفر عندكم واللي بتستعملوه بالعاده خالي من اللاكتوز مثلا، انواع حليب ثانيه تكون نباتيه كمان فيكم تستعملوها، يعني هي بترجع لكم. ما بدي حليب ابدا، ممكن استعمل مرقه خضار، بس انا مثل ما قلت عم بستعمل 3 كوب من المي مع معلقتين من الحليب الباودر الخالي الدسم. للبهارات رح استعمل نص معلقه صغيره من جوزة الطيب، واكيد الملح والفلفل. هلا رح احط شوي، ودائما الشوربه بعد ما تطحنوها بترجعوا بتتاكدوا من الملح والفلفل تبعها، ممكن تزيدوا ممكن تلاقوها انه خلص امورها تمام. اول ما تغلي عندي الشوربه باعتبار انه البطاطا مسلوقه انا رح اتركها دقيقه واحده، وبعدين رح اضربها بالخلاط. اكيد وبعد ما اضربها بالخلاط بشوف اذا هي كانت طلعت معي مريئه مثلا، ممكن ارجع اغليها على الغاز لحتى تتبخر السوائل زياده. اذا حسيت سميكه ممكن ارجع اضيف السائل، اي نوع سائل مثل ما حكينا اللي عم بستعمله. واخر شيء هي اختياريه، رح اضيف ربع كوب من الكريمه الفريش، قسم منها بقلب الوصفه والقسم الثاني للتزيين على الوش. اكيد مثل العاده النتيجه النهائيه لوصفاتي رح تشوفوها باخر الحلقه، بس هلا رح ترجعوا لعند هبه ورد تابعوا باقي الفقرات، وبرجع بلاقيكم انا باخر الحلقه. سلم ايديك يا شيف بشرى. الله يسلمك يا ورد. سلم ايديك ويعطيك الف عافيه يا رب. يسعد
يسعد صباحكم عن جديد. صار الوقت لحتى تشوفوا طبقي بشكله النهائي، يعني مو بس ريحة بصل، استعملنا اليوم بصل بأنواعه، يعني عندي البصل البراسيا، البصل الأخضر، الثوم، الزنجبيل الفريش، أكيد هاي المكونات كلها بتعطيني هيك روايح كتير طيبة وطعمة كتير طيبة بالوصفات اللي عملناهم. عملنا كومبير صحي، بطاطا مع دجاج مشوية بالفرن، وعملنا كمان شوربة البطاطا الصحية. هذا شكل طبقي النهائي لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، تجربوه وتخبرونا، وبشوفكم بكرة بوصفة جديدة.